اهلا وسهلا بكم مرة اخرى من صالة تحرير اليوم السابع، ولسه مستمرين في تغطيتنا معكم النهاردة عن جهود الكنائس لمساعدة الدولة ودعم الدولة في ازمة وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا. من شوية كان ضيفنا نيافة الانبا مرقص مطران شبرا الخيمة، وتكلم عن بيان المجمع المقدس للكنيسة القبطية وهو الهيئة العليا للكنيسة، واللي قرر امبارح انه الكنيسة تتبرع بمبلغ 3 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لشراء أجهزة التنفس الصناعي. كذلك البابا تودروس كلف مشاغل الأديرة والكنائس إن هي تصنع بدل للتعقيم تمد بيها كافة المستشفيات لسد العجز في هذه الظروف الصعبة. أيضا دلوقتي معانا الدكتور مطران منير حنا أنيس، وهو رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا، وهو أيضا طبيب. وكان النهاردة المطران منير حنا كان أصدر بيان أيضا بشأن احتفالات عيد القيامة وأسبوع الآلام، وأيضا دعم الدولة في مواجهة أزمة كورونا خلال الفترة القادمة ويسعدنا النهاردة أن هو يكون معنا وهنسمع منه. أهلا وسهلا يا حضرة المطران، وسعيدين حضرتك معنا النهاردة في صالة التحرير اليوم السابع. أهلا بيكي. أهلا بيكي. كنا عايزين نعرف من حضرتك، تكلمنا أكتر عن قرارات الكنيسة الأسقفية النهاردة بخصوص احتفالات عيد القيامة وخصوص دعم الدولة في مواجهة وباء كورونا. تفضل يا فندم. إحنا كطائفة إحنا قررنا إن إحنا نتبع كل الإرشادات وكل التعليمات اللي قالتها الدولة بخصوص الانعزال، كل واحد يعزل نفسه في بيته. وعشان كده احنا لغينا الخدمات عيد القيامة وكمان اسبوع الآلام داخل الكنائس، لكن هنستعوض عن الخدمات دي بان احنا نعمل خدمات إلكترونية بالتصوير وافلام ونبعتها للناس في بيوتها، بحيث ان هم برضو يستمروا في الاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة بس من داخل منازلهم. وإحنا مدركين تماماً أنه الأمر ده هيمنع انتشار الوباء، لأن كل واحد لما يبقى موجود في مكانه وبيته ما بيخرجش الوباء. فده الأمر المهم اللي احنا خدناه النهاردة. الحاجة الثانية ان احنا طبعا معروف ان احنا عندنا مستشفيتين كبار جدا، واحدة في مدينة منوف وواحدة في مدينة السادات، غير طبعا المستوصفات والعيادات المختلفة. والمستشفيات دي بتتعاون تعاون مباشر مع وزارة الصحة في التعامل مع كل الحالات. بالإضافة طبعا ان احنا عندنا 9 مؤسسات لتنمية المجتمع، والمؤسسات بتاع تنمية المجتمع دي بتتبع او تحت مظلة مؤسسة كبيرة اسمها مؤسسة الرعاية الأسقفية. احنا قررنا ان احنا بالإضافة الى الدعم اللي احنا بندعمه لصندوق الكوارث في تحيا مصر، احنا قررنا ان احنا كمان من خلال مراكز تنمية المجتمع دي ان احنا نساعد الناس اللي هي فقدت رزقها من خلال انها بطلت تخرج وبطلت تبيع، الباعة المتجولين، عمال اليومية، عمال اللي كانوا بيبيعوا في الاسواق، وعمال البناء وعمال الزراعة، الفلاحين، كل اللي كانوا بيشغلوا يوميا احنا هنساعدهم، بالاضافه طبعا الى اللي بتعمله الدوله وبتعمله المؤسسات الثانيه. طيب كنت عايزه اسال لحضرتك، يعني انا اعرف يعني اعلم جيدا ان الكنيسه كانت تقدم خدمات صحيه وكان لديها اهتمام خاص باللاجئين لا سيما الافارقه والسوريين اللي موجودين في القاهره. في وسط الظروف دي ازاي الكنيسه بتواصل دورها في دعم هذه الفئات اللي موجودين في المجتمع المصري في ظل ازمه عالميه، ازمه كورونا؟ طبعا صعب جدا ان احنا نجمع اللاجئين في مكان واحد، لان هم كانوا
علشان ياخدوا إعانات أو ياخدوا رعاية صحية. فإحنا بنستمر في الخدمة دي لكن بطريقة فردية أكتر، مش جماعية زي ما كان بيحصل لما كنت بتيجي وتشوفي في الكاتدرائية أعداد كبيرة من اللاجئين. إحنا علشان نحد من انتشار الوباء وقفنا موضوع التجمعات دي، وبقينا نساعد اللي هو المحتاج يجي كفرد ويمشي على طول. طيب حضرتك، يعني حضرتك طبعا طبيب ويعني قضيت يعني فترة طويلة جدا تمارس مهنة الطب، حضرتك تجمع بين الرسالتين، رسالتك كطبيب ورسالتك كرجل دين، تحب تقول ايه للمسيحيين اللي زعلانين شوية من غلق الكنائس وتعليق الصلوات، خصوصا ان هم بيستنوا اسبوع الالام بفارغ الصبر من العام لعام؟ الحقيقة في حاجتين. اول حاجة، في آية في الكتاب المقدس بتقول لا تجرب الرب إلهك. فما ينفعش الواحد يرمي نفسه في التهلكة ويقول يا رب انقذني، أو حد يقول أنا هخش الكنيسة وربنا هينقذنا كلنا بدل ما رايحين الكنيسة أو بدل ما هنتناول أو حاجة زي كده. ده بنسميه إحنا إن إحنا بنجرب ربنا. لا، إحنا مش لازم نجرب ربنا في هذا الأمر. دي أول نقطة. النقطة الثانية، إن الكنيسة معناها جماعة المؤمنين مش المبنى. فالمؤمنين لو هم متجوزين رفعوا أدعيتهم وبيتعبدوا لله في بيوتهم، الله بيسمع. مش لازم نكون متجمعين في مكان واحد. الله بيسمع للفرد زي إما بيسمع للجماعة بالظبط. لكن حتى لو كانوا الجماعة في نفس واحدة بيصلوا مع بعض، زي ما احنا عملنا يوم الأربعاء اللي فات، صلينا كل واحد في بيته لكن في نفس الوقت، علشان خاطر ربنا يزيح الغمة دي بتاعة الوباء ويحمي الشعب والشعوب كلها. فكنا متجمعين بنفس واحد، وده المهم. مش المهم ان احنا نبقى موجود في مبنى. المبنى مش هو المقدس. القداسة موجودة في داخلنا احنا، بقلوبنا احنا. طيب كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني في بعض الآراء يعني ذهبت إلى أنه هذا الوباء هو غضب من الله، يعني والبعض الآخر رأى أن الله يحب الخليقة والله يحبنا، ولا يمكن أن يكون هذا الوباء غضب او مثل هذه التفسيرات او الاراء. راي حضرتك ايه في هذه الاراء؟ يعني حضرتك شايف الازمه اللي بيمر بها العالم كله في هذا الوباء، كيف تقراها لاهوتيا؟ علشان اكون صادق معاكي، انا ما اعرفش اذا كان ده الله سامح بكده علشان نوجه نظرنا ليه، بعيدنا عنه كتير، اهتمينا بالمال وبالمركز وحاجات كتيرة قوي وبعدنا عن ربنا. جايز انا ما اقدرش اعرف في سبب اذا كان الله سامح بان احنا نكتاس في الصعوبة دي علشان يفوقنا او علشان نهتم بيه اكتر. وده اللي بيحصل دايما، انه وقت الأزمات بنوجه عينينا لربنا ونقول يا رب وبندعي. فاحتمال ده يكون سبب. لكن الاحتمال الثاني إن الإنسان نفسه يكون بيضر نفسه، لأنه في معامل الفيروسات، والفيروسات دي بيحصل لها ميوتيشن، يعني بتغير الشكل بتاعها، والمعامل دي تحور بتسبب الحاجات دي. فلو حصل اي تسرب للفيروسات دي، فمين اللي يكون جابه؟ هل الله اللي جابه ولا عبث الانسان جابه؟ او انه الانسان لا يهتم بانه ياكل ايه بالظبط؟ يعني وقت السارس كان في الصين وفي جنوب شرق اسيا،
بياكلوا حيوانات غريبه زي العرس كده، حيوانات بريه فيها المرض ده، فيها المرض. فاحيانا الانسان هو اللي بيجيب الوباء، ولكن ما نقدرش نقول هل ربنا سمح بكده وليه. اهم حاجه انه في الوقت اللي احنا بنجتاز فيه في الصعوبه دي نوجه نظرنا لربنا، ايا كان السبب من جهل الانسان وعبث الانسان او غضب ربنا، ايا كان السبب احنا هنتمسك بربنا ونقول له انت اللي متحكم في كل شيء في العالم، انت اللي تقدر توقف هذا الوباء، وانت اللي تقدر تحط حد ليه. الو، ايوه يا فندم، احنا مع حضرتك. انا الخص اللي حضرتك قلته في نقاط موجزه. الدكتور منير حنا انيس رئيس اساقف الكنيسه الاسقفيه بياكد انه الكنيسه تمتلك مستشفيين كبيرين وبعض المستوصفات الصغيره، وان الكنيسه على كامل استعدادها لتقديم الدعم وكافه الخدمات الطبيه للدوله والمواطنين مسلمين ومسيحيين بسبب انتشار هذا الوباء. وهي أيضا الكنيسة تتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في تحويل الحالات المصابة للمستشفيات المخصصة للعزل أو المستشفيات المخصصة لإجراء تحليل البي سي آر اللازمة للكشف عن إصابة الإنسان بهذا الوباء أم لا. ويعني نحب نشير أنه وزارة الصحة اليوم أعلنت عن رقم ضخم جدا من المصابين اليوم، يمكن هو الأعلى منذ 15 فبراير الماضي اللي هو كان أول يوم لظهور الوباء كوفيد 19 في مصر. النهاردة وزارة الصحة أعلنت عن 120 إصابة، وهو رقم ضخم جدا. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امبارح أكد أنه إحنا ما زلنا في المرحلة الثانية، ولكن إذا استهترنا وعادت الحياة لطبيعتها والزحام المعهود في القاهرة والمحافظات، الأرقام ستقفز إلى ما بعد ذلك وإلى ما لا يحمد عقباه. كان معنا النهاردة الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية. بنشكر حضرتك يا دكتور، وبنتمنى لحضرتك صلوات مسموعة من البيت أو من أي مكان.